25 سنه بيجي بياخذ مرطبات الحنون، نكهه طيبه والنظافه وحسن المعامله. نحن صرنا شيء فوق ال 50 سنه بيي بالمصلحه، نحن بنبيع مرطبات رمضانيه، تمر هندي، جلاف، خروف، توت شامي وسوس، ونشوف نقدر نقدم للشعب الصائم او نقدم له. اللي بهالمصلحه من اول موعد بلشت تنزل مع بيي، نحن من عائله الاربعون. بيي لقب الحنون، كان يشتغل بزمانات عم تخيله اخذ لقب. كل سنة تتغير عن سنة، كانت قبل أحسن، هلا الجيل الجديد هذا قليل ما يعرف التمر، كله بيلحق البيبسي والسفن أخوات أشياء.